هاش. ميتري ميتري، شكرا شكرا كثير لك. أمي في عندها عيوب كثيرة يا ميتري، بس هي العيوب مو أكبر من ارتباطي فيها، ولهيك وعديني يا ميتري إنك ما تأذيها أبدا. هي لقدام أكيد رح تتعاقب على عملتها. ميتري لا تعملي لها شيء. ميتري وهي عم تحاول تقتلك كانت رح تخسر ابنها، وهذا أكبر عقاب إلها. تعالي شوي بنتي. هلأ برجع. ناندو ناندو، شبكي؟ انت منيحة ناندو؟ ألو ناندو، استني ماتلي. إذا بتمشي خطوة واحدة لقدام بتشوفي شو بدي أعمل فيكي. هلأ بدي أقتلك وأقتل رفيقتك معي. أنت شو بدك؟ قلي لي ليش هيك عملتي؟ شو ليش هيك عملت؟ سؤال حلو كتير يا ماتري، بس أنا يلي بدي أسألك نفس هذا السؤال هلأ، وانتي المفروض انك تجاوبيني. ليش هيك عملتي معي؟ جاوبي. ابني صار ضدي تماما، انتي قلبتي ضدي، لا وفوقها كمان لعبتي له بعقله لحتى صار يكرهني. ليش حضرتك اجيتي ودمرتي كل املي بالحياة بانه يصير هذا البيت ملكي؟ ليش ضليت سنين وأنا عم خطط إنه هذا البيت يصير ملكي بيوم من الأيام، إجيتي أنتي وبلحظة واحدة ضيعتي لي كل شي بنيته أنا؟ ليش ماتري؟ ليش؟ استنيت لوقت طويل كتير حتى أقدر حقق هدفي هاد، بس وقت اللي قربت إني أوصل إجيتي أنتي حرمتيني من كل شي عندي. ماتري ليش عملتي هيك؟ ليش دمرتي لي أحلامي كلها ماتري؟ جاوبيني. أنا ما حرمتك من شي حماتي، أنت اللي دمرتي كل شي بتملكي بإيدك. زوجي هارش نفد، بس أنت اليوم خسرتي ابنك الوحيد، خسرتي كل شي بتملكي للأبد. هارش، بعد كل اللي عملتي اليوم صدقيني هو مستحيل يتطلع بوشك مرة تانية لو شو ما صار. هارش، هارش منيح؟ هو عايش؟ كتير منيح. ابني، ابني بخير، هو عايش. رح فكك. ايه ما في شي، لا تخافي، اهدي انت منيحة. ماتري اوشي الشحن وتساعدي، بترجاكي هو جوا. شو؟ ايه
فكيني إيدي، راح يموت، ما أدري بترجاكي، يلا بسرعة فكيني.